طيب طبيعي. سارة، عادة يعني فكرة ان احنا في مجتمع شرقي ما بيميلوش دايما لفكرة ان البنت تعمل حاجة مختلفة او حاجة بيشوفوا ان الرجالة هي اللي المفروض تعملها بس، فقولي لي كده ردود الافعال. انت بتقولي من وانت عندك 18 سنة وانت قررتي ان هو ده يبقى مجالك، ردود الافعال حواليكي سواء بقى من الناس او من اهلك؟ بصي، في ردود الافعال دايما يعني بنسبه 90% عجيبه ومحدش فاهم الموضوع ومحدش متخيل. زمان كانت ردود الافعال قشطه، بتعمل حاجه وهتاخد لها كام سنه وبتجرب وتسكت وخلاص. بس بعد ما احترفتها فعلا وبقت شغلي مثلا من سنه 2000 والموضوع بدا يبقى صدمه بقى، فاهمه؟ انتي بتعملي ايه؟ هتشتغلي دي؟ اشتغلي دي انا بحبها. ده بالنسبة للناس اللي حواليكي. طيب بالنسبة لأهلك، هم كانوا هما مشجعين الناس اللي الموضوع حواليا ولا كانوا يعني مستغربين الفكرة شوية؟ حبوها شوية في الأول وبعد كده بدأوا يستغربوا، عشان يعني طبيعة شغل الميوزيشن المواعيد كلها تعتبر بالليل بالظبط، وسفر وبيات بره واحنا في بلد شرقي، وبنتي فما طبالة. فكنت في الأول تعالى معايا بابا، تعالى شوف الناس، شوف المكان. بعد سنين بقى بدأ يقتنع اطمن ان هو خلاص ان هو ده شغلي. وفعلا انا جربت اشتغل مليون حاجه مش لاقيه نفسي غير على الستيج.